هذه الصور والتي تظهر سوء وتردي الخدمات هي لشارع مطار النجف الأشرف الدولي، وهو أحد الطرق التي سلكها موكب باب الفاتيكان خلال زيارته إلى المدينة المقدسة للقاء المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسين السيستاني، والتي حاولت الحكومة المحلية إخفاءها عن الموكب من خلال نصب بعض البوسترات لتغطي أكوام النفايات والإهمال الذي يعانيه أهم الطرق في قلب عاصمة السياحة الدينية في العراق. أنا أتمنى البابا يجي يومية، مو كل سنة، إنه من أجي البابا لا عم أريد كل سنة خلي جينا عم ما يخالف قابلين كل سنة. والله صار أكو تعمير، صار أكو أعمار، يعني هواي وجهيات عمرت بالنجف، هواي شارع تبلطت، هو بالدليل هذا القاطع اللي واقفين به احنا استاد، يعني هذا امتى كانتش؟ كان خرابه، كان مفلش، واجى البابا صار اسبوع يشتغلون به، هسه راح البابا كل شيء ما شفنا. الله يشهد كل شيء، لا بلديه، لا شرطي، لا جندي، الشوارع رجعت بها الوساخه، هاك هاي التراب كون استاد تصوره وتشوفه. احنا الجماعه اجوا بعد 2004 احزاب بكاملها اجت حكمت كونت نفسها وراحت. المجلس الاعلى وين؟ انتهى. لكنه على ماليا عندهم تقمه، هاي التقمه منين اجتهم؟ يعني على عكس الاحزاب اللي موجوده بكردستان، الحزب اللي بكردستان نتيجه الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والاجتماعي باقي ويستمر يفكر بشعبه، على عكس جماعتنا هنا ما يفكر بشعبه، يفكر شلون يرضي الدول الجوار وشلون يترس جيبه. فيما تمنى عدد من المواطنين في النجف الاشرف لو ان زياره باب الفاتيكان استمرت لعده ايام حتى تستمر حملة الحكومة المحلية في تنظيف وإكساء الطرق والتي غابت منذ فترة كبيرة عن أحياء المحافظة والتي تعاني من الإهمال منذ عقود طويلة. وهذا التوجه في الخدمات والتوجه في الإعمار والتوجه في تبليط الشوارع ووصول الخدمات إلى مناطق لم تكاد يصل لها الخدمات مطلقا منذ 17 عام الماضية، لما لم يكن من الإدارات المحلية والإدارات المركزية في بغداد هذا التوجه؟ لما التزامن؟ يعني راح يقول لك المواطن العراقي يفسر أنه أنا ما أنظف بيتي إلا يجيني خطار. زيارة باب الفاتيكان لعدد من المحافظات العراقية أظهرت الفرق الكبير في تقديم الخدمات من قبل الحكومات بين محافظات الناصرية والنجف الأشرف وعاصمة إقليم كردستان، والتي أظهرت سوء الخدمات في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، فيما كان التنظيم والرقي في الخدمات في أربيل السمة الأوضح للطرق التي سلكها موكب باب الفاتيكان. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تيفي.